من لحظة دخولها عالم الشهرة والأضواء رسمت ديانا حداد لنفسها خط مختلف، علماً أنها غابت فترة عن عالم النجومية. اليوم بعد سن الأربعين ديانا صارت تعرف تختار اللي بيناسبها للإطلالات اليومية وللمناسبات الكبيرة. خلونا نعمل جولة على أسلوب ديانا حداد مع الموضة. هنا عم نشوف ديانا حداد بأول نجومية أو أول هيت لها، غنية ساكن. ما فينا نحكم على الأزياء لأنه كان متواضعة، كانت very سبور، ما فيها البادجت الكبيرة. شانس عادة أنه ضربت مع الغنية ومن بعدها صارت تهتم أكتر وأكتر وأكتر. الحلو بديانا، ما رح أقول تياب مثل ما قلت لأنه تياب ما كان فيه بعد أول شيء طريقة تعرف شو بيلبق لها وشو تلبس، بس من الأول شعره قصير حلو. يعني أنا حسيت هون هلأ رجعت لنفس قصة الكاري بأول إطلالة لها، بتلبق لها كتير هالقصة وبتعطيها هيك أنوثة، والحواجب العراض اللي كانوا درجين بوقتها هلأ رجعوا درجوا، فبتحس إذا بدنا ناخد بس شيب وجهها كتير حلو، وفعلا عرفت شو بيلبق لها ورجعت هلأ لأول إطلالة لها كشكل. ديانا حداد بسهرة مهرجان قربت الثاني للأغنية العربية ببيروت عام 97. عم نلاحظ أنه في تقدم بسيط، بس تقدم مش صح، تقدم على غلط. بمعنى كانت تعطي ديانا لوك ماسكولين، يعني شوي ذكورية، يعني هالجاكيت مع الفيزو إذا بدكم أو البنطلون ضيق، ما فيه كتير أنوثة، ما فيه نعومة. هالشي تطور مع الوقت، بفهمها يمكن ما كان عندها حدا تستشيره او لسبب تاني، بس في تقدم مش نحو الصح، نحو الاحسن البسيط. انا اللي رح اقوله لازم على كل النساء اليوم يتجنبوه البنطلون، اذا شوي انت منك طويله وشوي مليانه من تحت ما حلو يكون في برينتس، لانه البرينتس كتير بتنصح، خاصه انه اختارت لون فاتح والبرينتس لون الغامق، بيعطوا شيب كبير للفخذ وللاجر. ها اولا. ثانيا الكتاف العراض مع الشعر الفيو فوليوم والخصر اذا ما كان كتير صغير رح يبين جسم كاري، وهذا اللي صار تحديدا. مشان هيك انت عم تقول فورم ماسكولين، لانه كان عندنا كتاف عراض وكان عندنا البنطلون معرضه، فبينت كاري شيب كتير بشع، مع انه هي منا ناصحه ديانا لا. بس لانها شوي مليانه ومنا كتير طويله، حلو يكون لون واحد للمراه اللي يعني اللي عندها هاللوك مثل ديانا، بيعطيها اكثر طول وشيب حلو وبلا الكتاف. ديانا حداد عام 2000 بمهرجان كارتاج. انا هون بشوف عن جد هون في مثل بيقولوا اميليوراسيون، يعني في تقدم واضح، في اوتفيت حلو، في فستان حلو عطيها طول، قصص اللي كنا عم نحكي انا ودارين من شوي تصلحوا بطريقه واضحه. الفستان لونه على موتارد مع تطريز الحلو عند الصدر والخصر ورفعه الشعر. هون بشوف ديانا باطلاله كثير صحيحه. صحيح، وتحديدا انه انا كثير حبيت انه في هون مثل درابي، بس ليك القبه شو حلوه عليه، كمان هيدي القبه العاليه بتعطي بعض طول اكثر للرقبه وبتبين المراه ممشوقه. هيدي الكولشوميني كثير حلوه، كثير حلوه بتعطي صحيح. ديانا حداد من مهرجان خريف صلاله عام 2007. نعم دونتيل شكله. انا هون بشوف فستان منه حلو، فستان لانه انا بطبعي بحب اليمين مثل الشمال، لانه بقول ربنا خلقنا اليمين مثل الشمال، فما بحب الفستان من اليمين موديل ومن الشمال موديل ثاني. وشعره اسود والفستان اسود ومقربته على كتافه، فما عم بشوف لوك حلوه، عم بشوف اطلاله منه موفقه ابدا. انا حاسه علي انه حتى يمكن الكتف قاشط كانه مش الخياطه ظابطه او الكادر متاخر، يعني هيك مبين الفستان. انا عم بحكم حسب الكادر اللي شفته، شعره مخبي لها كتف الفستان، وعم بحس انه اليمين غير الشمال، ومش انه واضح، يعني لا. بتحس مش انه الكتف توتالي قاشط او توتالي عالي مثل القصة الرومانيه. الشعر هون اعتمدت اللوك الطويل، شعر الطويل اللون الغامق عن بعيد، فكرتها اليسا. انا بحب عليها الشعر الكاري. بدي اقول لك شغله، لما تغمض عيونك وما تتذكر شيء من موديل الفستان، يعني ما علق براسك. 100% هيدا انت دائما بتقلي اياها هالجمله. صحيح، لما مثلا الفستان اللي قبله علق براسنا انه فيه فكره، واضح لونه صح وبروفيل وجهه كان حلو، هون كله غلط بغلط. صحيح. اما هلا فرح ننتقل عند اطلاله ديانا حداد ضمن احد البرامج الفنيه. عم نلاحظ انه بخلال مسيرتها لديانا حداد
الفلاش تبع الطلطه يا بيكون توب يا بينزل، يا بيطلع يا بينزل. هون طالع كثير وطلعتها صح، لون شعرها فتحته اعطاها احلى كثير رائع كثير حلو، طلت فستانها حلوه. فعن جد ما مش ماشي باموجين، يعني يا بتطلع طلوع بتعمل واو او بتعمل داون. يا ريت حتى بطلب منها انا انه ترجع هيك، يعني ترجع. انا قديه حبيت لها الكاريه بعد هون اجمل عليها، لون شعرها كثير رائع. صح ساندري كثير حلو وطويل وفوليوم ومبين كثير ناعمه وفيها هالانوث الحلوه. وحتى هون اذا بتلاحظ في عامله هون كتاف بس ما طالع بالشعر لانه الشعر كان ظابط والوجه لانه حلو. هون الكتف مخبيله الزنوده، يعني شوي هي زنده عريض فعامل لها هالكات اللي خايفه شوي من. بس كثير حلو كثير حلو كثير كثير حلو، ولبق لها كثير هاللوك. ان شاء الله ترجع تعيده لانه فعلا بيلبق لك. ديانا حداد من مهرجان صيف دبي بال 2015. هون عم نشوف فستان كثير حلو باللون الاميرود مع اللون الاسود، بس ما انا موافقه لا بالمكياج ولا بالشعر. يعني اذا بتحس يمكن في رطوبه قاشط شعراتها، مكياجها مقولين لها الكحلة بشكل طلع عينها كتير قوية، بس هون كإطلالة فستان رائعة. وصح اللي عم بتقولوا الميك اب والأمبر واصل لتحت الحاجب، مش حلو هيدا الشيء، وطالع كله لون واحد جري يعني في العين. والشعر لأنه صيف كان مفضل أنها تعمل له يمكن ربطة ناعمة من ورا أو ما يكون يمكن تقص مساعدها لأنه في رطوبة بدبي 100%، فيمكن بتحس الفوليوم قشط فدبلين الشعر صح عليش. بس هون ضعفانة والفستان كتير حلو، خاصة هيدا الدوغري من الخضار اللي بحبه كتير أنا وياك الإميرود كتير لبق لك. أكيد إحنا بنحبها لديانا، إذا انتقدناها بنتقدها بمحبة أكيد أكيد، لأنه في عندها إطلالات حلوة وفي عندها إطلالات نص نص. صح لأن في منه بطل يحكوا معنا هلا، بس شو بدنا نعمل يعني؟ بدنا نقول حقيقة. كمان في عندنا مصداقية قدام المشاهدين. صحيح.